الشغل عندي هنا تاخد فلوس وتراعيني. أربع أيام رابطها إيد ورجل ورميها في الشقة، ولو ما استحمتش يهددوها بالموت. هتكت عرض البنت واغتصبت أنت وأصحابها وكنتوا هتموتوها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ مفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وأن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي للأسف كل واحد صاحب عمل يتهيأ له إن اللي شغاله عنده ملكه يفعل بها ما يشاء. وده مشكلة بنلقى دايما، أي بنت تروح تشتغل في مطعم، تشتغل في سوبر ماركت، تقول لك صاحب المطعم يتهيأ له إن أنا من ضمن ممتلكاته، عايز يتحرش بيها، يحط إيده، يعمل ليه يا ابني؟ هي موظفة عندك، ولو مش عاجبها يقول لها غوري وأجيب غيرك. ودي مصيبة كبيرة جدا، إن أحيانا القطاع الخاص من أصغر سوبر ماركت لأكبر مصنع قطاع خاص بيحس إن العمال اللي عنده أو العاملات اللي عنده ملك يمين. طبعا مش الكل، ما نقدرش نعم، بس دي من الاهى حتى في المحلات الصغيره، محلات التصوير بتاع البطايا، واحد جايب مكنه التصوير وجايب بنت واقفه عليها، يحط ايده على كتفها يتحرش بيها، والبنت عشان للاسف الحاله الاقتصاديه الصعبه ابوها محتاج الفلوس تساعد ابوها، تساعد امها، تساعد نفسها بجهازها، بيضطر يقول لها لو مش عاجبك امشي واجيب غيرك، ده 1000 يتمنوا يقف الوقفه بتاعتك دي. فالبنت بتقدم تنازلات احيانا، مش الكل برضه، لكن للاسف ده اللي بيحصل. تعال نشوف بنتنا دي. دي واحده جايه، الجريمه دي تمت في حته اسمها ايه بقى؟ المدينه العالميه. المدينه العالميه دي ده اشهر منطقه في دبي في الامارات، اسمها المدينه العالميه. صح تذكرتها غاليه، لكن المدينه تبهرك، تدخل تلقى دوله، مش دوله، انت تدخل تلقى دول. تلقى الهند عاملة مكان ليها، مصر عاملة مكان ليها، السودان عاملة مكان ليها، حتى أمريكا عاملة ليها، كل اسمها المدينة العالمية، كل دولة في العالم عاملة ركن ليها، اللي بتشرح حضارتها واللي بتبيع منتجاتها واللي أفراد كل دولة واخدين زي بالظبط باكية كبيرة. بس طبعا الإمارات مفيش حاجة اسمها باكية، بيبقى مكان كبير جدا لكل دولة تحط فيها كل منتجاتها، سواء مثلا شفنا في سوريا الحلويات بتاعتها، وتلقى مطاعم واكله دول جوه دوله. المدينه العالميه دي فيها واحد اسيوي فاتح مطعم كبير قوي، مش مهم اسم الدوله، المهم ده راجل من قاره اسيا، اسيوي فاتح مطعم كبير قوي. دبي زي ما انتم عارفين اي حد يتمنى يشتغل في دبي، ناسها ناس راقية جدا، دولة غنية جدا، أمراءها وشيوخها عايشين الشعب بتاعهم فيه بحبوحة من العيش، فطبعا لما أي حد يتمنى يشتغل. ففي بنت جاية بفيزا سياحة وعايزة تشتغل وتخسر الفيزا دي، ودي بتحصل حتى في السعودية، تلقى ناس بياخدوا فيزا للعمرة ويقعدوا يدوروا على وظيفة. زي مثلا احنا جبنا الجريمة اللي حصلت في قطر، الثلاث شباب اللي من المنيا والفيوم اللي لقوا واحد من شبرا كسر الفيزا بتاعته جاي سياحه، كان بيحضر كاس العالم وضرب التاشيره وكسرها وقاعد عشان يدور على فرصه عمل. فالبنت دي نازله دبي وبتدور على فرصه عمل، فقالوا لها القريه العالميه ممكن تروح، القريه العالميه فيها مطاعم وكل دوله لها مطعم و راحت القريه العالميه قطعت تذكره ودخلت لغايه ما لقت مطعم كبير قوي. طبعا هي معتمدة على ايه؟ مش على خبراتها، معتمدة على جمالها. بنت جميلة جدا وجسمها زي ما بتقولوا كده، الشاب لما طلع عليه بعد كده قال لك كان جسمها مثير جدا.
صاحب المطعم بص لها كده، هو راجل اسيوي، عايز ايه يا بنتي؟ قال لها قالت له عايز اشتغل. انت منين؟ قالت له من دوله كذا. فين باسبورك؟ اتفضل. طب هتشتغلي بياعه جوه المطعم؟ قالت ماشي. ابتدت تشتغل عند الراجل، ابتدى الراجل بقى بيتحرش بيها لغايه ما قال لها بقول لك ايه، الشغل عندي هنا تاخدي فلوس وتراعيني. قالت له يعني ايه اراعيك؟ قال لها هو كده يا حبيبي، انت دلوقتي مش جايه تشتغلي، هديكي الفلوس اللي انت عايزاها وازود مرتبك بس تروقيني. قالت له ايه المطلوب؟ قالت له قال لها المطلوب تعيشي معايا في شقتي. قالت له لا، انا مرتبطه ببلدي بخطيب ليا بيحبني وبحبه وعمري ما اخون. قال لها خلاص، خلص شهرك ده وانت مفصوله. قالت له مفصوله مفصوله، لكن عمري ما اخون حبيبي. حاول معاها مرة اتنين تلاتة مفيش فايدة. يعمل ايه الراجل ده؟ خلاها بعد ما خلصت اللي برضو اللي راح دبي المدينة العالمية في منطقة بعيدة، فالمواصلات هناك بعد ما بتخلص شغل مش على مدار الساعة، فخلاها واقفة مستنية عربية وراح وقف لها تعالي مش نازلة اركبي. البنت صاحب العمل ركبت معاه، تعتذر له حقك علي انا مش كده انا مش عارف. قال لها ماشي. لغيت ما مرة واحدة راح وقف قدام بناية قال لها شهر قدامها السكينة، هتنزلي معايا ولا اتبحك في العربية؟ عشان خاطر ما تأذينيش ما تأذينيش. راح مطلعها البناية بتاعته، حاول معاها رفضت، راح مكتف ايديها ورجليها وسابها. كل يوم الظهر يجيب لها اكل، يفك ايديها تاكل ويربطها تاني. استمر الوضع ده كام؟ اربع ايام رابطها ايد ورجل ورميها في الشقة، وكل يوم يجيب لها في الغداء وجبة يوكلها ويسيبها اليوم كله. بعد اربع ايام فوجئت، حسب كلامها هي، فوجئت بيه جاي ومعها اربع اشخاص شالوها في وقت متأخر وراح عطاها في العربية وطلعوا على فيلا بيمتلكها هذا الشاب الاسيوي صاحب المطعم. ما اكيد شاب سري جدا ليفتح مطعم جوه المدينة العالمية، لا ده راجل ملتي مليونير. طب انت بفلوسك كنت قادر تجيب اجمل بنت بفلوسك؟ ما دام انت راجل بتسخر فلوسك للحرام وللشغل الشمال هتلاقي الف بنت. لكن هو عجبته البنت دي، هو نفسه قال كانت تمتلك مقومات كنت انا محتاجه. خدوها وطلعوا على فيلا بيمتلك هذا الاسيوي، وراحوا من هم الاربعه زمايله معاه وتناوب اغتصابها. بس حسب اعترافات البنت ان اول واحد اغتصبها هو مديرها او صاحب المطعم اللي هي كانت شغالة فيه. بعد كده تناوب الاربعة بالتناوب عليها قعدت كام يوم؟ 12 يوم هو والاربعة اصدقائه بيتناوبوا اغتصابها. ما كانش يسيبوها غير لما تدخل الحمام علشان تستحمى وتطلع تاني، ولو ما استحمتش يهددوها بالموت. تخيلوا 12 يوم يخلصوا معاها، تدخل الحمام ترجع تاني يعوضوا اغتصابها. لغيت البنت ما خلاص لقوا ان هي البنت ابتدت غير مقبلة على الحياة، بتحصلها نوعات من الاغماءات اثناء ما يمارسوا معاها، راحوا رامينها بره البيت بعد ما هددوها. قولها لو اتكلمت احنا مصورينك وهنبعت لاهلك وباسبورك معايا وعندنا عناوينك وهنفضحك. البنت وقفت في الشارع طبعا حالة من الهزيان، وقعت. شاب اماراتي جميل شافها، طبعا هناك مفيش حاجه اسمها يشيلها ويحطها في عربيته، لو شالها وحطها في عربيته ممكن يتم اتهامه انت اللي عملت كده. اتصل بالشرطه، الشرطه في خلال ثواني، هناك الامارات امكانيات رهيب. ايه اللي حصل؟ قال البنت دي خدوها ودوها المستشفى، الطب اثبت ان هي تعرضت لانتهاكات جسديه وجنسيه رهيبه غير الكدمات والضرب والتعذيب اللي تعرضت. فضلوا يعالجوها لغايه ما فات. ايه اللي حصل؟ قالت لهم صاحب مطعم شاب اسيوي فتح مطعم في القريه العالميه، حصل وكذا وكذا وكذا. على طول في دقائق تم القبض على الشاب اللي ما كانش متوقع ابدا ان هي تبلغ عنه، خوفا من الفضيحه ومن الصور والفيديوهات. تم اقتياده، الموبايل اللي معاه لقوا صور البنت وهم بيتناوبوا اغتصابها. فين الاربعه اللي معاك؟ تم القبض على اثنين، واثنين هربانين لغايه دلوقتي. اعترافات تفصيليه مع تصوير للنيابه الاماراتيه في الشقه وبعد كده في الفيلا اللي احتجزوا البنت فيها. كل ده عشان خاطر ايه؟ متعة 12 يوم في نص ساعة؟ في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ طبعا هناك الاحكام سريعة، مفيش حاجة اسمها
تقعد سنة ونطلب التأجيل ورد المحكمة واستئناف لا، في خلال أيام تم محاكمة الشاب الآسيوي والاتنين اللي معه والاتنين تانيين هربانين، تم الحكم بقى على الشاب الآسيوي ده بالأشغال الشاقة 15 سنة بس. لا، وبعد انتهاء فترة حبسه 15 سنة يتم ترحيله فورا إلى بلده، يعني مش هيرجع لمطعمه، بعد 15 سنة هيترحل إلى بلده. كله ده عشان خاطر بنت عجبتك يا ابن الحلال؟ انت صاحب مطعم، ده انت كل بفلوسك يا ابني، مش مستاهلة. هتكت عرض البنت واغتصبت انت واصحابك وكنت هتموتوها، كل ده بيتجسف فيه عشان مدعى دقائق. نسيت يا حبيبي فلوسك ومطعمك ومستقبلك وشبابك عشان متع خدتها 12 يوم انت واصحابك؟ طب يا عم 15 سنة سجن، عيش 15 سنة سجن، وبعد كده مش هتعيش في دبي، هتترحل على بلدك. طب ليه؟ ضيعت نفسك وضيعت البيت وضيعت مستقبلك ومستقبل البيت وضيعت 3-4 معاك تاني. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.